قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عرقاجي إن بلاده أمهلت أوروبا شهرين لإنقاذ الاتفاق النووي، وهو موعد يتزامن مع الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تشمل حظر صادرات النفط الإيراني. وطالب عرقاجي الأوروبيين باتخاذ إجراءات عملية لإنقاذ الاتفاق من خلال إيجاد حلول عملية من أجل استمرار شراء النفط والتبادل التجاري على حد تعبيره، مؤكدا خلال مقابلة تلفزيونية أن إيران لن تبقى في الاتفاق النووي في حال لم يجد الأوروبيون حلولا لإنقاذه. أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن هناك محادثات مكثفة جدا تجرى حاليا بين إيران وأوروبا، لكن الأوروبيين لم ينفذوا لحد الآن تعهداتهم بحسب تعبيره.